للمزيد حول هذا الموضوع معنا مراسلنا في لندن عمر شاكر. عمر، أهلا بك. كيف نفهم تحذير رئيس البرلمان لرئيس الوزراء من الخروج من دون اتفاق؟ تصريحات رئيس البرلمان وتحذيراته حول عدم إطاعة الحكومة للقانون يمكن وضعها في خانتين. على الخانة الأولى هي مثيرة للجدل بالنسبة لأنصار بوريس جونسون، لأنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر. هناك من طالب بإعادة النظر بالسلطات التي يتمتع بها رئيس البرلمان أو هذا المنصب بشكل عام، خاصة خلال 10 سنوات الماضية. وفي الخانة الأخرى هي تعتبر من ضمن وجزء من التحذيرات التي أطلقت هنا في بريطانيا بعد تصريحات للحكومة ولبوريس جونسون بأنه لن يمضي بتأجيل الخروج إلى ما بعد 31 من أكتوبر، بعد أن شرع البرلمان البريطاني هنا في الأسبوع الماضي قانونا يجبر الحكومة على طلب التأجيل في حال فشلها في تحقيق اتفاق. وهذا ما دفع البعض للتساؤل، هل ستقدم الحكومة على خرق هذا القانون؟ وبالتالي حذر الكثير هنا من خطوات حكومية من هذا القبيل قد تلجأ إليها الحكومة. لكن هل ستلجأ الحكومة إلى ذلك بالفعل؟ هذا من المبكر الحديث عنه، لأنه لم تنتهي المدة التي وضعها القانون لطلب التأجيل وهي 19 من أكتوبر. هذه المدة التي يمكن أن تتوصل بها الحكومة إلى اتفاق مع الأوروبيين وبالتالي تخرج بريطانيا باتفاق، وهذا ما يسعى إليه بوريس جونسون الذي أعلن أنه سيذهب الاثنين المقبل للقاء رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في سعيه لتحقيق اتفاق مع الأوروبيين. عمر شاكر، شكرا على كل هذه المعلومات، مراسلنا من أمام مجلس العموم.